هؤلاء الحمقى. أيها القائد مهان، هؤلاء يريدون إقامة دولة عربية إلى أي مكان تصله خيولهم، تدفعهم إلى ذلك عقيدة دينية، مستعدون للموت من أجلها. وكفانا خداعا لأنفسنا، إن قوما يشترئون علينا وعلى الفرس في آن واحد، يجب أن نعد لهم كل ما أوتينا من قوة لنهزمهم. معركة أجنادين. كانت معركة أجنادين أول لقاء كبير بين جيوش الخلافة الراشدة والروم في الصراع على الشام، وجرت قبل حوالي سنتين من اللقاء الفاصل والحاسم في معركة اليرموك. وكان الخليفة أبو بكر الصديق قد جهز 4 جيوش عسكرية واختار لها أكفأ قادته وأكثرهم تمرسا بالقتال، وحدد لكل جيش مهمته التي سيقوم بها. وكان الجيش الأول بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح ووجهته حمص، والجيش الثاني بقيادة يزيد بن أبي سفيان ووجهته دمشق، والجيش الثالث بقيادة شرحبيل بن حسنة ووجهته بصرى، والجيش الرابع بقيادة عمرو بن العاص ووجهته فلسطين. وبالتالي كان مجموع الجيوش كلها لا يتجاوز 30,000. وأمرهم أبو بكر الصديق: إذا اقتضت الحاجة للاجتماع فالقيادة العامة ستكون لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ونجحت تلك الجيوش في التوغل في جنوب الشام، واضطر قيصر إلى حشد ما يملك من قوات وعتاد حتى يدفع جيوش المسلمين التي أقبلت، ولون ما يحشده الروم من قوات ضخمة أرسلوا إلى الصديق يخبرونه بحالهم ويطلبون منه المدد، فأمدهم بعكرمة ابن أبي جهل ومن معه من الرجال، وتجمد الموقف دون قتال يحسم الموقف، في الوقت الذي كان فيه خالد بن الوليد في جبهة العراق ينتقل من نصر إلى نصر. فقال أبو بكر: لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وعزم الصديق على بث روح جديدة تعودت الفوز والظفر، ولم يكن غير خالد من يمكنه تغيير الأوضاع وإثارة الهمم ووضع الخطط التي تأتي بالنصر. وكان الصديق أكثر ثقة الناس في كفاءة خالد وقدرته العسكرية، وبعث الصديق إلى خالد بأن يذهب إلى الشام ومعه نصف قواته التي كانت معه في العراق حتى يلتقي بأبي عبيدة بن الجراح ومن معه، ويتسلم القيادة العامة للجيوش كلها. في الوقت نفسه كتب الصديق إلى أبي عبيدة يخبره بما أقدم عليه.